ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي الاحتياطات البترولية لشركتي بترول بلعيم والسويس للزيت سوكو يصل إلى حوالي 227 مليون برميل. أوضحت الوزارة أن شركة بتروبل لديها 14 فرصة متاحة للاستكشاف بإجمالي احتياط 55 مليون برميل، ومخطط حفر بئرين استكشافين بمنطقة جنوب فيران باحتياط يقدر ب 4 ملايين برميل، ومنطقة ألف ثمانية باحتياطي 4 ملايين برميل، وبمعدل إنتاج يصل إلى 2000 برميل يوميا. كما تسعى شركة سوكو إلى مضاعفة إنتاج الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك بتنفيذ خطة إصلاح الأبار لإعادتها على الإنتاج مرة أخرى، وكذلك الحفر التنموي.